مرحبا جولييت، جولييت جولييت، توما. أهلا تفضل. بك ومرحبا، شكرا على التصحيح. سيدة جولييت، هذه هي صورة قاتمة للغاية من واقع الإحصاءات التي رصدها هذا التقرير الذي تفضلتم بإصداره بعد 10 سنوات على الحرب، خاصة على الأطفال هنا، أليس كذلك؟ غيض من فيض ونقطة في بحر، هذا ما استطعنا التحقق منه خلال الأعوام الماضية، ولكن الصورة للأسف قد تكون أكثر قتامة. يعني استمرار الحرب عقد كامل من الزمن هو مأساة في الحقيقة، وهو إن دل على شيء يدل على فشل العملية السياسية وعلى عدم تمكن الكبار في الوصول إلى حل سياسي سلمي دبلوماسي يضع حد لمعاناة الناس على الأرض، إذا كان في داخل سوريا أو في دول الجوار. أستاذة جولييت، هل يمكن القول بأن هناك طرف بعينه يتحمل المسؤولية عن هذه الأوضاع، أم أنه أكثر من جهة، يعني الجانب السوري وأيضا الدول الكبرى الفاعلة في الشأن السوري؟ كافة أطراف النزاع على الأرض مسؤولة عن الخروقات التي يعني جرت بحق الأطفال في داخل سوريا، ومن هنا مناشدة لأولئك المقاتلين على الأرض وقف هذه الانتهاكات ضد الأطفال. طيب سيدتي، لو تتفضلي بعرض أبرز النقاط التي يعني قمتم باستقائها من كافة الأراضي السورية وأيضا من جانب الأماكن التي نزح إليها الكثير من السوريين في دول الجوار. نعم، حوالي 12,000 طفل تم التحقق من أنهم قتلوا أو أصيبوا بجراح، حوالي 5,700 طفل من بينهم الفتيات أيضا زجوا في القتال، و90% من أولئك الأطفال كانوا على الصفوف الأمامية على جبهات القتال يقاتلون مع الأطراف المختلفة. أكثر من 3 مليون على سبيل المثال هم أطفال خارج المدرسة، وإلى ذلك يعني هناك عدة أرقام، ولكن أود أن أشدد أننا اليوم في السنة العاشرة على الأزمة السورية، الأرقام موجودة للذين يريدون إيجادها وللذين يريدون الاطلاع على ضخامة وعلى تأثير هذه الحرب الضروس على الأطفال، ولكن أود أن أسلط الضوء أنه من وراء هذه الأرقام هناك أطفال، هناك حياة، هناك مستقبل، هناك جيل كامل تعرض لكل ما تعرض له في داخل سوريا. ونحن فأود سنعرض لو يا أستاذة جولييت في غضون هذه الحلقة، وأنت يعني تفضلت بالموافقة على البقاء معنا لفترة أطول خلال هذه الحلقة، سنعرض لبعض النماذج، لأنه وصلتنا بعض المشاركات من من يريدون التحدث من بين هؤلاء الذين يعيشون هذه المأساة، هم وأطفالهم في مناطق عدة سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار. إذا تفضلت بالبقاء معنا، أرحب من بلدة بر الياس في البقاع الغربي بلبنان عبر سكايب بروضة عبد الكافي. أهلا بك ومرحبا. هلا هلا عزيزتي، مساء الخير. أهلا مرحبتين سيدة روضة، أنت تعيشين الآن في لبنان مع لديك 2 من الفتيات، لو تطلعين على الوضع نعم. بصفة عامة. هلا بصراحة أنا بعد 10 سنين حرب، إلي هاي السنة السادسة بلبنان، خصوصا هاي السنة بعد جائحة كورونا، الوضع عم بيستاء. يعني الوضع صار من أسوأ لأسوأ. تخيل الأطفال طلعت تحت قصف ودمار وتهجير بدون تعليم، وصلت على مناطق ما فيها تعليم أو ما بينسمح صار السوري إنه سمحوا له يتعلم، صار يحطوا له شروط، أما بده إخراج إيد أو يعني شيء يثبت شخصيته، وهن طلعوا أطفال وما حدا قادر يوصل لهاي الأوراق الثبوتية، فهي أبسط ما قادرين يحصلوا عليها ما سيدة عدا روضة، عمالة هل الأطفال. تعيشون في منطقة هي منطقة مخيمات مثلا؟ صحيح، بالمخيمات الوضع أكيد دائما هو الوضع الأسوأ للأسف. فإذا هلا بتشوف مفترق الطرقات كلها أطفال، إما عم تمزح سيارات أو للأسف حدا عم يستغلهم للتسول،
وهن عرضة للتحرش، هن عرضة لكل أنواع العنف. وهل ف ابنتاكي تعملان يا سيدة روضة؟ أنا عندي بنت بعد 18 بتعمل بمحل موبايلات، الصغرى عمرها 5 سنين، 15 سنة آسفة، عملت دورة تمريض وعملت استاج وأخذت شهادة طبعا، لأنه ما حقها إلا تتعلم بالمدارس. بس وقت بدها تقدم تعمل استاج تاني بالمشفى وهي عمرها 15 سنة، بدها نورط لحكم عليه. يعني طفلة طلعت من الحرب ب5 سنين، شو الجريمة اللي مرتكبتها بسوريا اللي بدها نورط لحكم عليه؟ أنا هاي نقطة ما عم بقدر أفهمها بصراحة من القوانين اللي عم تعترضنا، وهي هلا عمرها 15 سنة، يعني قانونا ما بتقدر تجيب هاي الورقة، هي قاسية. ما حجم المساعدات التي تتلقونها من المنظمات الإغاثية الدولية سيدة روضة؟ أغلب المساعدات هي بتكون عن طريق مفوضية في الأمم المتحدة، للأسف بتكون عشوائية. أنا كثير من العائلات اللي بصادفها وهي ما عم تتلقى أي مساعدة، يعني ما بعرف كيف هني منظار اختيار العائلات لتقديم المساعدات لإلهم. والمساعدات بفصل الصيف بتكون شحيحة جدا، تختفي، ممكن تظهر بس أثناء العواصف وعلى المخيمات، كأنه في نسبة لجوء كتير كبيرة عايشين بمباني الأمم المتحدة، هاي ما حدا ولا منظمة نادرا جدا لا يتوجهوا لها. هل الأمر له علاقة ربما في الفترة الأخيرة بجائحة كورونا التي تسببت في تعطيل الكثير، يعني أوقفت الحياة بشكل عام في كل الدول؟ ممكن هي أحد الأسباب، هي ما سبب رئيسي، بس هي أحد الأسباب المهمة اللي خلت المساعدات تختفي أو تكون قليلة جدا. هل ترين أي أفق يعني سيدة روضة برأيك لانتهاء الحرب قريبا؟ يعني يبدو أن الجميع يجمع على أنه الحل يكمن هنا في الجهة السياسية أكثر من الحل العسكري، هذا ما يردده الكثيرون في الداخل في سوريا وفي دول مختلفة فاعلة في ما يتعلق بالشأن السوري. الحل بده يكون مترابط من كل الجهات. هلا اذا صار حل سياسي وما كان في عوده امنه للاجئين او لكل السوريين، شو استفدنا نحن كسوريين بعد تهجير سنين طويله؟ هلا اي عائله عندها شباب بتقول لك انا ما بجرأ ارجع على سوريا خوفا من الاعتقالات اللي عم بتصير. طيب فاي يعني بدنا عوده امنه بكل ما تحتوي الكلمه من معنى، لحتى في اي عائله تقول انا حابه ارجع على سوريا. أشكرك جزيل الشكر سيدة روضة على يعني مشاركتك معنا لهذه القصة وظروف الحياة بشكل عام، كل الشكر لك. الآن نستمع لقصة أخرى من ريف دمشق، هذه المرة من بيبرس رمضان. هو نزح أكثر من 5 مرات داخل سوريا، تهدم منزله وهو عاطل اليوم عن العمل وهو له 3 أطفال، لنستمع منه الآن. أهلا بك، مرحبا يا بيبرس. يا أهلا وسهلا بك، يا أهلا وسهلا من منبركم، تحياتي لكم. أهلا وسهلا بك. الوضع الحالي كما نفهم من كلامك أنه يعني في غاية الصعوبة الآن. نعم، أنا هلأ بعد 10 سنين حرب وتنقلت حياة 8 مرات في أماكن مختلفة بدمشق وريف دمشق، ولكن الظروف الحالية اللي عم نمر فيها بسوريا بشكل عام هي ظروف أصعب من ذروة الحرب كانت. والحقيقة باعتبار البيئة اختلفت، في عنا نحن مشكلة كورونا اللي صار لها سنة تقريبا، بالإضافة إلى قانون قيصر اللي زاد من المأساة السورية بشكل كبير. يعني الحقيقة في مشكلة حقيقية حاليا في سوريا، مشكلة معروفة من قبل الجميع. نحن نطلب من هالمنبر هذا، نطلب المساعدة لسوريا وإخراجها من النفق المظلم هذا وإيقاف قانون قيصر بكل الطرق الممكنة، وبطلب من المنظمات الإنسانية وخاصة اللي بيهتموا بموضوع الأطفال والتعليم أنه يهتموا أكثر ويعطوهم، لأنه الأطفال في سوريا كثير منهم فقدوا التعليم وهن عمليا المرحلة القادمة لهم، وهدلون إذا فقدوا التعليم معناها سوريا رايحة للظلام. وأنتم يعني كما أفهم يا بيبرس رحلتم من مكان لآخر، من نزحتم داخل سوريا من أكثر من منطقة، نعم، هل ذات الأسباب كانت وراء هذا النزوح؟ نعم، الأسباب هي نفسها في كل منطقة من مناطق سوريا. أنا انطلقت من ريف دمشق، كنت ساكن في منطقة قريبة اسمها الحجر الأسود، انتقلت لجنوب سوريا بمنطقة آمنة، بعد شهرين كمان صار في مشاكل،
طلعنا من المنطقة إلى داخل دمشق، ومن ثم داخل دمشق قريبة إلى يعني خلينا نقول حدود جغرافية إلى ريف دمشق، كمان اضطرينا نرد ننتقل لمكان آخر، وهكذا يعني 8 مرات ارتحلنا. في كل مرة في صعوبات إيجاد، في صعوبات إقامة، في صعوبات تأقلم مع البيئة المحيطة، وخاصة اللي عنده أطفال شلون بده يسجلون، شلون بده يتعرف مع الجيران، مع يعني في مشكله حقيقيه. فانت عندك مشكلتين، مشكله التعاون مع البيئه الجديده اللي الوسط الموجود فيه، بدك تطلع بدك تكمل عملك وتعليمك وتعليم اطفالك، يعني مشكله صعبه. وهذا الشيء يعني مكرر مع كثير ناس، مو بس انا، يعني في كثير ناس صار معهم الحاله هي نفسها. اشكرك جزيل الشكر يا بيبرز رمضان من ريف دمشق، وأعود للسيدة جوليات توما. سيدة جوليات، يعني هذه الصور التي نعرضها الآن بينما يتم الحديث مع هذه النماذج الحية من الناس المتأثرين داخل سوريا وفي الخارج أيضا بسبب الحرب التي استمرت 10 سنوات، أنوه فقط لأنكم تفضلتم مشكورين بتقديم هذه الصور لنا، هذه اللقطات بالفيديو يعني من واقع جولاتكم لرصد هذه الأوضاع، ولكن مسألة التعليم هنا وغياب التعليم وتأثيره على الأطفال هي مسألة أثيرت من أكثر من طرف، خاصة وأن المؤسسات التعليمية استهدفت بشكل كبير في داخل سوريا. نعم، أكثر من 700 مرفق تعليمي، من بينها مدارس، حضانات، رياض أطفال، ملاعب، استهدفت أو تعرضت، لكي نكون دقيقين، تعرضت للهجمات، يعني إما كان الضرر مباشر أو ضرر غير مباشر بحسب القانون الدولي، فبالتالي عدد كبير جدا. ولكن أيضا هنا أحب أن أضيف أن هذه هي الأرقام أو الإحصائيات التي استطاعت الأمم المتحدة التحقق منها، مما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بكثير. هذا طبعا بالإضافة إلى أن هناك 3 مليون طفل في داخل سوريا وفي دول الجوار غير ملتحقين بالتعليم، ولكن على الجانب الآخر هناك 5 مليون طفل لا زالوا يتمكنون من الحصول على التعليم، إذا كان الرسمي أو غير الرسمي. وهذا يعود بالحقيقة إلى فضل المجتمع المدني، إلى المؤسسات الإنسانية، إلى المجتمع الدولي، إلى المدرسين والمدرسات أنفسهم، إلى المجتمع الذاتية المحلي. أيضا الجهود الذاتية، بالضبط، الجهود الذاتية في المجتمع المحلي، يعني كل هذه الجهود مجتمعة أدت إلى عدم وصولنا إلى وضع أسوأ مما نحن عليه بكثير. هناك من بين النداءات الاستغاثة التي استمعنا إليها سيدة جوليات، هناك من يدعو يعني المنظمات الإغاثية، المنظمات الأممية، ووكالات مختلفة أن تتدخل هنا. هل يعني يمكن إلقاء اللائمة على المجتمع الدولي وهذه المنظمات الأممية بأنها لا تقدم ما يكفي لمساعدة هؤلاء؟ ما هي الأموال المطلوبة؟ وهل لدى اليونيسيف مثلا على سبيل المثال كوكالة أممية ما يكفي لتقديم هذه المساعدات؟ بالطبع لا نقدم ما يكفي، بالطبع لا نقدم ما يكفي، لأن حجم الاحتياجات مهول، كبير للغاية، فوق التصور. يعني 10 سنوات من الحرب، 90% من الأطفال بحاجة ماسة للمساعدات، وفي ظل وجود جائحة كوفيد-19 كما تفضل الضيوف، طبعا هذا الوضع فاقم من ما هو أصلا مأساة. بالإضافة إلى ذلك، الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا هي الأكبر على الإطلاق في تاريخها، يعني هناك عدة أمور مجتمعة، بالإضافة إلى طبعا عجز مالي للمنظمات الإنسانية. يعني على سبيل المثال، في العام الماضي اليونيسف حصلت فقط على نصف ما كنا طلبنا الحصول عليه، وهذا طبعا له تأثير. وهذا يضع علامة استفهام، اسمحي لي سيدة جوليات، بأن يعني هذه المؤتمرات والدول المانحة التي تجتمع بين الحين والآخر كل عام، وربما بشكل أكثر خلال الأعوام التي سبقت 2020، هل يقدمون ما يتعهدون به من أموال ولماذا لا؟ هناك حاجة لترجمة التعهدات إلى أموال حقيقية. هل مسألة جائحة كورونا وانشغال الكثيرين بتدهور الاقتصاد بصفة عامة، مكافحة الجائحة، من بين الأسباب ربما التي عطلت هؤلاء عن تقديم المساعدات المطلوبة برأيك؟ أعتقد أن هناك علاقة، نعم، وأن هناك طبعا
ما يسمى بالتعب المزمن، لأن الأزمة في سوريا الآن مر عليها عقد كامل من الزمن. وقد يتساءل البعض، بالذات الدول المانحة، الدول الغنية بالذات، ما فائدة كل هذه الأموال التي تعطى للمنظمات الإنسانية أو الإغاثية؟ الفائدة هي واضحة للغاية، 5 مليون طفل اليوم في المدارس، بدون هذا التمويل كان هناك 0 طفل في المدرسة. إذن يعني هناك علاقة طردية بين الأموال وبين تمويل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية طبعا، من أجل متابعة عملها، لأن الوضع قد كان يكون كارثي أكثر من الكارثة التي نعيشها الآن. هل يمكن تحديد كم من الأموال ربما مطلوبة على وجه السرعة، ربما لضخ بعض التمويل لمخيمات اللاجئين السوريين وللداخل أيضا؟ نعم، بالنسبة لليونيسيف المناشدة التي أطلقناها هي للحصول على 1.4 مليار، يعني 1.4 1.4 مليار دولار أمريكي لتمويل أعمالنا الإنسانية في داخل سوريا وفي دول الجوار. مع العلم أننا نناشد الحصول الآن على 40 مليون دولار أمريكي من أجل عملنا في شمال غرب سوريا، منطقة إدلب وحول إدلب، لأن هذه المنطقة تعاني الأمرين، ونستطيع أن نتكلم عن الوضع هناك بعد هل قليل. تتوقعون استجابة برأيك؟ وما هي خطة العمل الآنية السريعة؟ خطة العمل هي العمل مع الدول المانحة، ولكن أيضا العمل مع القطاع الخاص، العمل مع الأفراد، طيب، العمل مع المؤسسات من أجل الحصول على هذا التمويل. اليوم بالنسبة لنا كل تمويل لو كان قليل للغاية هو مهم، وكل تمويل يحدث تغيير في حياة الأطفال. أشكرك جزيل الشكر سيدة جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام. يبدو أنه لدينا مشاركة، نود منك لو تفضلت للبقاء بشكل أكثر لأطول لدقائق معدودة أخرى إذا تفضلت سيدة جولييت، لأننا معنا الآن أحد مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، أو من هناك حسين مثنى وزوجته فدوى، وحسين وفدوى لديهم من الأطفال 4، هم من إدلب في المقام الأول ويعيشون الآن في مخيم عشوائي في الأردن. حسين وفدوى، أهلا بكما. هذا حياة الله في قناتكم الكريمة. أهلا بكم ومرحبا. كيف تبدو الأوضاع حيث أنتم في هذا المخيم، ويعني لو تطلعون على سير الحياة بشكل عام؟ الأوضاع والله في فصل الشتاء يعني الوضع سيء جدا، خصوصا الوضع الصحي والخدمات والبنى التحتية، لأنه بالنسبة له مخيم عشوائي، فلذلك لا يوجد خدمات ولا غيرها. هل الأطفال، يعني كما أرى هناك أطفال في سن المدارس، هل يحصلون على أي قدر من التعليم على الإطلاق يا فدوى؟ ما لم أسمع السؤال. هل الأطفال في المدرسة هل يعني يحصلون على أي قدر من التعليم على الإطلاق؟ مدرسة قريبة من هنا يذهبون كل يوم، ولكن عندنا مدرسة في المخيم هذا العشوائي بنيناه على حسابنا الشخصي، خيمة بسيطة متواضعة للتعليم. طيب، وهل لديك عمل ما أم الأمر يقتصر فقط على المساعدات يا حسين؟ في كان لدينا عمل متواتر متقطع، ولكن في أزمة كورونا أصبح العمل صعبا جدا بالنسبة للأزمة هذه الاقتصادية التي أصابت البلاد كامل. كما أفهم يا حسين، لديكم طفل يعاني مشكلة صحية، ما هي طبيعة هذه المشكلة؟ وهل الطفل هناك لديه علاجات متوفرة لها حيث أنتم؟ الطفل لديه تليف في سزاد ارتداد مريء شديد جدا، يعني حالة استفراغ ونقص نمو كامل. أخذناه إلى المستشفيات الحكومية، يعطونه فقط مغذي لا غير، ولم نستفيد شيء، وتحت غطاء الأمم المتحدة، ورفعنا يعني شكوى بالنسبة له وتقرير، ولكن منذ سنتين لم نسمع أي إجابة.
تقدمتم بطلبات للمساعدة في علاج حمزة للأمم المتحدة، وكالات الأمم المتحدة. نعم، المفوضية السامية رفعت لهم تقرير منذ السنة الماضية، ولكن إلى الآن لم أسمع إجابة. حتى تغطية المشافي تكون عليهم، إلى الآن لم يغطوا أي تكلفة مادية. طيب، ألف سلامة وشكرا جزيلا لك حسين وفدوى، أشكركم جزيل الشكر. أعود مرة أخيرة لسيدة جولييت توما من مكتب اليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني هذا نموذج آخر سيدة جولييت عن الحالات الصحية الحرجة التي لا تلقى الرعاية الكافية بسبب نقص التمويل. هو كما قال توجه بطلب للمفوضية مفوضية اللاجئين ولم يجد استجابة حتى الآن. يعني كيف يتعامل مثل هؤلاء؟ يعني في الواقع قصة الضيف ليست بخاصة للأسف. يعني مرة أخرى أعود وأكرر، الاحتياجات في غاية الضخامة، وأعني كل كلمة غاية الضخامة. ويعني بالنسبة للأردن وبالنسبة للبنان والعراق وتركيا ومصر، هؤلاء الدول تستضيف اليوم أكثر من 80% من عدد اللاجئين بشكل عام في العالم. يعني هذه الدول التي هي أصلا ليست بدول غنية وليست بدول مقتدرة، وبعض منها يعاني من أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وعدم استقرار. فأتى طبعا النزوح، وبكل سخاء قامت هذه الدول ناس ومجتمعات وحكومات باستضافة العائلات السورية لمدة 10 سنوات. فإذا قارنا هذا الوضع مع عدد الدول التي هي أغنى ومقتدرة أكثر بكثير من دول المنطقة، إذا قارنا عدد اللاجئين الذي استضافته هذه الدول مقارنة مع الدول الغنية، في الواقع علينا أن نتشارك الحمل. آن الأوان أن نتضامن وأن نحول. هل أطلقتم أي دعوات أو مناشدات لمثل هذه الدول، حتى الدول الخليجية على سبيل المثال ربما؟ عفوا، هل تقدمتم بأي مناشدات أو طلبات لمنح مالية ما، مساعدات من دول أخرى في المنطقة؟ كما ذكرتي ربما الأوضاع الاقتصادية فيها أكثر يعني ازدهارا منها دول الخليج مثلا. سيدتي، نحن في كل عام نقوم بإطلاق مناشدة نوجهها للكل، لمن يريد أن يسمع ولمن يريد أن يستجيب. الأبواب مفتوحة، ونأمل الحصول على التمويل لإكمال عملنا ولعدم إهمال أشخاص مثل ضيفنا العزيز الذي شاركنا الآن من الأردن وغيرهم كثيرين مثل السيدة من لبنان. آن الأوان، ما كنت أود أن أقوله، آن الأوان لتحويل الكلمات إلى أفعال. يعني آن الأوان للتضامن الحقيقي ولمشاركة الحمل في ظل فشل العملية السياسية وفشل وضع نهاية للحرب الضروس الدائرة في سوريا. على الأقل فلنتشارك في الحمل، فلنمول المنظمات الإنسانية، فلنساعد الناس لمتابعة العيش. مطلوب هنا العيش بكرامة، ولا أعتقد أن هذا طلب غالي جدا. أخيرا، يعني ربما البعض يقول أن هذه الذكرى العشرة قد تمر مرور الكرام كما حدث في الأعوام السابقة، بينما يقف العالم متفرجا. ما هو أفق يعني أن تنتهي هذه الحرب وربما تتحسن الأوضاع بشكل ما في سوريا برأيك؟ أعتقد أن هذا السؤال عليك أن توجهيه للسياسيين وللمقاتلين على الأرض. يعني نحن سيكون للتنويه فقط، سيكون معنا مسؤول من يعني الحكومة السورية بعد قليل ومستشار في يعني الحكومة السورية، سنطرح عليه هذه الأسئلة. ولكن من الناحية الإنسانية، أنت من موقعك في اليونيسف، كيف تتخيلين المشهد؟ هل يمكن أن يتغير كثيرا، أن ربما تحل ذكرى 11 و نقدم بعض المناشدات أيضا من خلال البي بي سي؟ كل أمل طبعا أن تنتهي الحرب في سوريا بأسرع وقت ممكن، كل أمل لا تكون هناك ذكرى 11 للحرب أو للأزمة بشكل عام، وكل أمل ألا ينسى العالم أطفال سوريا وألا يمروا
مرور الكرام على هذه الذكرى. في الواقع في المقاطع التصويرية التي عرضتموها قبل قليل نستطيع جميعا أن نحصل على الأمل من أولئك الأطفال، الشجاعة والعزيمة والإصرار على التعلم وعلى الإكمال في الحياة وعلى إيجاد فرص عمل. هو في الواقع أمر يعني لا نملك في الواقع الكلمات، لأن هذه الناس وهذا الشعب يعلمنا معنى العزيمة ومعنى الشجاعة ومعنى الإصرار وأهمية التعليم من أجل بناء مستقبل أفضل. شكرا لك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من نقطة حوار، السيدة جوليا توما المديرة الإقليمية للإعلام بمكتب يونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.